أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين باب الروح التي يسدد الله بها الأئمة عليهم السلام في هذا الباب الكليني رضوان الله تعالى عليه جمع الاحاديث التي تبين ان الله سبحانه وتعالى ارسل روحا الى الائمه عليهم الصلاه والسلام ليسددهم وقد ذكرنا فيما مضى ان للروح معاني متعدده منها الروح التي بها حياة الإنسان ومنها الروح التي فيها الحياة المعنوية للإنسان كالقرآن والشريعة هذه يطلق عليها الروح لانها بها الحياه المعنويه. وايضا من معاني الروح هو ملك وهو جبرائيل عليه السلام. جبرائيل ايضا يطلق عليه الروح. فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا وكان جبرائيل عليه السلام. وأيضا من معاني الروح موجود أعظم من الملائكة، وهو الذي ينزله الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وهو روح القدس. طبعا روح القدس هذا كلي له مصادق مثل الملك الذي هو كلي له مصادق مثل الإنسان الذي هو كلي له مصادق روح القدس أيضا كلي له مصادق إن ليس هو واحد وإنما متعدد لكل إمام روح قدس خاصة به وروح قدس هذا يتنقل بين الأنبياء والأوصياء فكان مع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وبعده انتقل إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام ثم الحسن ثم الحسين إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف عليهم جميعا الصلاة والسلام وهذا ما يستفاد من روايات متعددة فإن الله سبحانه وتعالى عصم النبي والائمه عليه وعليهم الصلاه والسلام هذه العصمه لها جانبان جانب من الداخل وجانب من الخارج الجانب الداخلي هو باصطفائهم خلقهم من نور عظمته وخلق اجسامهم من عليين من اعلى عليين واصطفاهم بحيث كانت مادتهم التي خلقت روحهم منها وخلقت اجسامهم منها اعلى من غيرهم، وأيضا اصطفاهم بالتعليم، وأيضا الله سبحانه وتعالى عصمهم من الخارج بمعنى انه جعل معهم روح القدس بل المتعدد من روح القدس لتسديدهم بما يريده الله سبحانه وتعالى، وأحاديث هذا الباب في هذا المضمار، وتتضمن تفسير وتأويل لبعض الآيات الكريمة. الحديث الأول عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام الامام الصادق عن قول الله تبارك وتعالى: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. قال: خلق من خلق الله عز وجل اعظم من جبرائيل وميكائيل، كان مع رسول الله يخبره ويسدده وهو مع الائمه من بعده. اولا بالنسبه الى هذه الايه الشريفه الله سبحانه وتعالى في سوره الشورى يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه واله ويقول كذلك وكذلك يعني كما اوحينا الى الانبياء السابقين اوحينا اليك يا محمد صلى الله عليه واله روحا من امرنا الروح الذي اوحاه الله سبحانه وتعالى الى رسوله محمد صلى الله عليه واله ما فيه الحياه الماديه والمعنويه، وله مصادق متعدده. من المصاديق القران، من المصاديق الشريعه، ومن المصاديق هذا المخلوق الذي هو اعظم من الملائكه. وإنما أطلق عليه الوحي باعتبار أنه الكلي إذا له مصاديق مختلفة، وأفعال هذه المصاديق تختلف، يختار لها فعل يناسب بعض المصاديق، وذلك لا بأس به في اللغة العربية، وهذا يستعمل أيضا كثيرا مثلا يقول علفتها تبنا وماء باردا زين كيف أطلق على الماء البارد باعتبار أنه هو علفها التبن وعرض عليها الماء البارد لما أراد أن يستعمل الفعل استعمل فعلا يناسب أحدهما يناسب الأول والثاني عطفه عليه والمعنى بالقرينه واضح وهكذا المصادق المختلفه اذا كانت مصداق لكل لكن الافعال فيها تختلف يستعمل الكلي ويستعمل معه الفعل الذي يناسب بعض هذه المصادق وبالقرينه نستفيد الفعل الذي يستعمل في سائر المصادق اوحينا اليك روحا القران ألهم بالوحي، الشريعه أوحيت المخلوق الذي هو اعظم من الملك ارسله الله سبحانه وتعالى وجعله ملازما للرسول صلى الله عليه واله فيقال له ارسلنا اليك هذا الروح لكن باعتبار انه استعمل الروح بالمعنى الجامع باعتبار بعض المصادق استعمل الوحي. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. لماذا قال من امرنا؟ لانه احيانا الانسان يعطي مما له، واحيانا يعطي من غيره. مرة اني املك ثروة اتصدق من هذه الثروه مره انا وكيل والموكل يقول لي انفق من هذه الثروه طبعا اذا المال لي وانا انفق منه هذا افضل مما ان يكون المال لغيري وانا وكاله ونيابه عنه انفق عنه الله سبحانه وتعالى يقول هذا الروح الذي ارسلناه اليك يا محمد صلى الله عليه واله من امرنا هذا من امرنا وايضا ان الله سبحانه وتعالى خلق هذه الروح او هذا الروح بقوله كن فيكون فكان من امره يعني امر الله سبحانه وتعالى وليس موجودا ازليا كما يزعم البعض بان الروح موجود ازلي مثلا. كلا انه نشا من امر الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا نذكر ملاحظه. الملاحظه بالنسبه الى كلمه الروح. الروح قد يستعمل مذكر مذكرا وقد يستعمل مؤنثا. في جامع الشواهد يقول الروح إذا كانت بمعنى النفس فهي مؤنثة، وإذا كانت بمعنى المهجة يعني دم القلب فمذكر، والروح الذي هو خلق أعظم من الملائكة لفظه لفظ مذكر، فلذا يستعمل بالتذكير ها هنا ردا على مزاعم بعض الجاهليين الذين كانوا يزعمون ان الملائكه اناث وكذلك الروح قد يزعم بانه انثى، كلا الملائكه هؤلاء ليسوا اناثا وكذلك الروح ليس مؤنثا وانما الالفاظ هي الفاظ مذكره. وحتى ليسوا مذكرين اصلا لانه الذكر والانثى هذا بالنسبه الى من يراد له التناسل، اما الملائكه لا يتناسلون، الله سبحانه وتعالى يخلق الملائكه بارادته كما خلق ادم، فلذلك التذكير والتانيث فيهم لا معنى له، ولكن اللفظ مذكر فلذلك يستعمل فيه الافعال المذكره. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان هذا ليس المقصود منه ما يزعمه البعض أن رسول الله قبل أن يرسل في الأربعين من عمره ما كان مؤمنا والعياذ بالله وما كان يدري ما هو الكتاب كلا رسول الله صلى الله عليه وآله كان نبيا قبل أن يولد في هذه العالم في هذا العالم وفي الحديث الشريف كنت نبيا وادم بين الطين والماء في الاربعين من عمره الشريف في غار حراء بعث رسولا يعني قبل ذلك كان نبيا ولم يكن رسولا ما كان مامور بالتبليغ ولما بلغ الاربعين الله سبحانه وتعالى أرسله للناس يعني أمر بالتبليغ، طبعا التبليغ بالتدريج (وأنذر عشيرتك الأقربين لتنذر أم القرى ومن حولها أرسلناك وما أرسلناك إلا كافة للناس) يعني للناس جميعا كافة صيغة مبالغة من الكف تمنعهم الشاهد في قوله جميعا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، ليس عالم الانسان فقط بل لجميع العوالم، على كل حال قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. الرساله كانت في الاربعين من عمره، والا هو كان نبي قبل ان يولد، لانه عندنا عالم الذر وقبل عالم الذر نعم الرسول صلى الله عليه واله علمه بالكتاب وإيمانه ليس أزليا لأن الرسول ليس بأزلي يعني كان الله ولم يكن الرسول كان الله ولم يكن معه شيء فلما خلقه الله سبحانه وتعالى خلق روحه من نور عظمته وجعله حول العرش ذاك الوقت علمه فآمن رسول الله صلى الله عليه واله من حين خلقه وهو نور حول العرش قبل ان يخلق الله سبحانه وتعالى سماء ولا ارضا الاف السنين قبل ان يخلق شيئا. خلق العرش وخلق نور محمد وال محمد عليه وعليهم الصلاه والسلام، يعني ارواحهم. بعد ذلك خلق الجنه وخلق السماء وخلق الارض وخلق النار. في ذاك العالم قبل ان يخلق شيء الله سبحانه وتعالى علمه. الكتاب وعلمه الايمان وليس ما يزعمه البعض بانه كان في هذه الدنيا ولا يعلم شيئا من الايمان والعياذ بالله وقد ذكرنا فيما مضى ان رسول الله صلى الله عليه واله قبل ان يرسله الله سبحانه وتعالى في الاربعين من عمره الله اوحى اليه الشريعه التي كان يعمل بها ما هي هذه الشريعه التي كان يعمل بها هذه هي شريعة ابراهيم، لا بمعنى انه كان تابعا لابراهيم. النبي افضل من ابراهيم، ولا يعقل ان يكون الافضل تابعا للمفضول. لذا الله سبحانه وتعالى لم يقل له اتبع ابراهيم، وانما قال له اتبع ملة ابراهيم، ملة ابراهيم هي دين الله. فالله سبحانه وتعالى هذا يذكره العلامه المجلسي في بعض مجلدات مراة العقول. أن الله سبحانه وتعالى كما أوحى الشريعة على إبراهيم نفس الشريعة أوحاها لرسوله محمد صلى الله عليه وآله قبل البعثة فلذا رسول الله قبل البعثة كان يعمل على شريعة إبراهيم لا كتابع لإبراهيم وإنما كما أوحى الله إلى إبراهيم تلك الشريعة أوحاها مباشرة إلى محمد صلى الله عليه وآله وبعد بعثته بمعنى انه ارساله بعد ارساله الى الناس ليبلغ رسالات الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى نسخ الشرائع السابقه، وارسل هذه الشريعه، انزل هذه الشريعه السهله السمحه. "ما كنت تدري ما الكتاب، ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا". وانك لتهدي الى صراط مستقيم، وهذا الصراط المستقيم شنو هو؟ العقائد والاحكام، العقائد تتضمن التوحيد، تتضمن النبوه، وتتضمن الدعوه الى إمامة الائمه عليهم الصلاه والسلام. ولذا الامام الصادق في هذا الحديث يبين مصداقا من مصادق هذه الايه الشريفه. قال خلق من خلق الله عز وجل، لا تتصور هذا الشيء ازلي كما يزعم بعض بعض الفلاسفه بان الارواح مجردات والمجردات ازليه، وبعضهم يكفر فيقول انها ليست مخلوقه لله سبحانه وتعالى، وانما كانت مع الله والعياذ بالله، والبعض يزعم بانها مخلوقة لله ولكنها أزلية لأنه يزعم أن الله سبحانه وتعالى علة فلسفية لها والعلة لا تنفك عن المعلول ويعبرون عنه بالقديم الزماني وهذه كلمات لا تتوافق مع العقيدة الحق لذا الإمام عليه السلام يقول: خلق من خلق الله عز وجل. الله خلقه بإرادته، أعظم من جبرائيل وميكائيل لأنه أعظم من الملائكة. كان مع رسول الله يخبره ويسدده لا بمعنى انه يعلم الرسول صلى الله عليه واله، لا الرسول افضل من الملائكه وافضل من الروح وافضل ما خلق الله سبحانه وتعالى، هو العله الغائيه لخلق الخلق وانما هو واسطه العلوم التي يريد ان يفيضها الله سبحانه وتعالى الى رسوله في طرق مختلفه، منها جبرائيل، منها الوحي المباشر، ومنها ما كان عن طريق الروح يخبره ويسدده، وهو مع الائمه من بعده، يعني بعد رسول الله صلى الله عليه واله انتقل انتقل هذا الروح الى امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام، كان معه وهكذا الى الامام المهدي هذا الروح الذي يتنقل وقد ذكرنا ان الاحاديث تدل على ان هناك مع كل واحد روح تخصه لا تنتقل منه الى غيره فالارواح متعدده هذا الحديث الاول الحديث الثاني عن اسباط بن سالم قال ساله رجل من اهل هيت هيت على الفرات في غرب العراق وانا حاضر عن قول الله عز وجل وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا فقال منذ انزل الله عز وجل ذلك الروح على محمد صلى الله عليه واله ما صعد الى السماء وانه لفينا هذا الروح خاص بال رسول والائمه هذه غير الروح التي كانت مع الانبياء السابقين هذه روح خاصه بهم مع الرسول كانت ومن الرسول تنتقل في الائمه عليهم الصلاه والسلام لماذا هذه الروح لم تصعد الى السماء لانها مع حجه الله والارض لا تخلو من حجه اذا في يوم من الايام الله سبحانه وتعالى رفع الحجه قامت القيامه الروح ايضا ترفع لكن ما دام الحجه موجوده يعني ما دام الخلق موجودون ما دام الناس موجودون موجودين ما دامت القيامه لم تقم فهذه الروح موجوده مع ولي الله لان حجه الله موجوده وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث كثيرة أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق من الناس خلق حجة الله يعني آدم هو نبي ولا تخلو الأرض من حجة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فإذا رفع الله الحجة قامت القيامة خلاص ساخت الأرض لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها ما صعد إلى السماء وإنه لفينا، وإنه يعني إن هذا الروح، وقد ذكرنا سبب التذكير في كلمة الروح، الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عن قول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قال خلق اعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه واله وهو مع الائمه وهو من الملكوت. هذه الآية الشريفة في سورة الأسراء شأن نزولها روي أن اليهود قالوا للمشركين اسألوا محمدا صلى الله عليه واله عن الروح. اذا اجابكم اجابة تفصيلية فهذا مو نبي لكن إذا أجابكم إجابة إجمالية فهو نبي لأنه هكذا في التوراة فجاءوا إلى رسول الله وسألوه عن الروح فنزلت هذه الآية ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي لماذا الله سبحانه وتعالى لم يجبهم يعني لم يجب المسلمين ومن قبل لم يجب اليهود في التوراة أيضا هكذا مكتوب لماذا؟ لأنه جواب السؤال يجب أن يكون بكيفية اللي يفهمها السائل أو يفهمها من ينقل إليه السائل ذلك الكلام، لأنه رب حامل فقه رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. زين إذا أنت تجاوب بجواب لا السائل يفهمه ولا من ينقل اليه السائل يفهمه هذا اللغو ولا يصدر من الحكيم الله سبحانه وتعالى خلق الروح بكيفيه حقيقه هذه الروح لا يمكن للانسان ان يكتشفها ليست الروح اللي هي من عالم الغيب حتى الماديات حقيقه الماديات لا نعرفها الان العلم ايش قد تطور العلم وصل الى خواص الاشياء الى اثار الاشياء الى كيفيه توليد الاثار من الاشياء لكن حينما يصل الى حقائق الاشياء العلم لحد الان يتوقف نسال العلم ما هي الماده يقول الماده هي مكونه من ذرات زين ما هي الذرة مكونة من أجزاء الإلكترون والنيوترون مثلا وغير ذلك وكلما اختلفت الإلكترونات مثلا أو سائر الأجزاء تختلف العناصر زين شنو الإلكترون ما يدري شنو هو لك نحن نشعر به لكن حقيقته شنو هي لا نعلم إحنا هالأشياء التي نراها نشعر بها الكهرباء مثلا نشعر به نرى آثاره لكن شنو حقيقة الكهرباء إلكترونات شنو هي هاي الإلكترونات لا نعلم زين إحنا الأشياء المادية لا نعلم كنها وحقيقتها وإنما نعرف آثارها الأشياء اللي هي من عالم الغيب بطريق أو لا لا يمكننا أن ندرك حقيقتها وإذا بينت لها حقيقتها انما تبين بطريقه لا نفهمها تكون مجموعه من الألغاز التي لا يمكن فهمها. والله سبحانه وتعالى حكيم. لذلك يجيب إجابة تناسب الإنسان. إجابة اللي هي فوق مستوى الإنسان لا يجيبهم على ذلك. زين. احنا نعرف آثار الروح. يعني نشوف انسان حي وانسان ميت. زين؟ نشوف حيوان حي وحيوان ميت. نشوف هذا الميت لا حراك فيه. يبدأ جسده في التحلل. لا شعور له، لا ادراك له. هذا ميت. قبل موته له شعور، له ادراك، له حركه. زين؟ نعلم انه حي. عن طريق الاثر نميز بين الحي والميت. لكن شنو حقيقة الحياة؟ لا نعلم، حقيقة الحياة هي ان الروح تلج في هذا الجسم الحي. زين شنو هي الروح؟ لا نعلم. لذا الله سبحانه وتعالى يقول: "ويسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي". الله اوجد هذا الروح. قال: كن فيكون. لكن شنو الكون هو الحقيقة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لأن أنتم تعلمون بالآثار أما الكون هو الحقيقة لا يمكن أن تدركوا ذلك زين الروح في هذه الآية كلي إلها مصادق مختلفة منها روح الحياة أو روح المدرج حسب تعبير بعض الأحاديث الفرق بين الحي والميت بهذه الروح هذا مصداق من مصادق الروح وللروح مصاديق اخرى قد ذكرناها ومن المصادق المخلوق الذي هو اعظم من جبرائيل وميكائيل ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي قال الامام الصادق حينما سئل خلق خلق هذا مخلوق ليس ازليا كان الله ولم يكن معه شيء الوثنيه القديمه تسللت الى المسلمين او بعض المسلمين اليونان القديم كانوا يعتقدون بالهه اله الغضب واله الحب واله الماء واله كذا واله كذا واله كذا هذه اصنامهم موجوده الان في المتاحف مثلا وكل اله له اسم الله سبحانه وتعالى نفى ذلك ولذا استغربوا اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب هذه العقيده الخرافيه الشركيه تسللت الى بعض المسلمين هو ما يقدر يقول آلهة متعددة لأن التوحيد في الإسلام تم بيانه بشكل قوي جدا في كل القرآن من أوله إلى آخره بني الإسلام على التوحيد لكن تسلل بشكل آخر مرة بعض المسلمين شبه الله سبحانه وتعالى مشبهة بعضهم جسموا ذول المجسمة وبعضهم قالوا ان هذه مخلوقات لكن مخلوقات ازليه، يعني نفس فكره تعدد الالهه لكن شويه بصيغه بصبغه مثلا اسلاميه حتى لا يتم تكفيرهم مثلا، مع انه الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء، وكل ما هو موجود فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى بعد ان لم يكن، قال خلق اعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه واله وهو من مع الائمه بعد الرسول يعني وهو من الملكوت، الملكوت شنو هو؟ يعني الملك العظيم وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض الملك العظيم لان زياده المباني تدل على زياده المعاني، الملك والملكوت الملكوت ألفاظ فيه أكثر يعني حروف فيه أكثر لذا بمعنى الملك العظيم وهو من الملكوت ليش؟ لأنه عالم الغيبيات أعظم من عالم الماديات وكلها مخلوقات لله سبحانه وتعالى هناك الملك العظيم هنا هناك ملكيات مجازية يعني افرض نحن نملك بعض الاشياء مثلا، هناك سلطان غاشم جائر مسلط على الناس، يملك اكو ملكيات مجازية ظاهرية، الملك الواقعي هو لله سبحانه وتعالى، بس لا يظهر لكثير من الناس، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. لكن الملك العظيم الذي لا يوجد معه ملكيات مجازيه حتى بالظاهر ماكو ملكيات مجازيه هذا هو ملكوت الله سبحانه وتعالى. لذا في يوم القيامه عندما تبطل كل الملكيات المجازيه الله سبحانه وتعالى يخاطب يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد ال قهار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين